بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لأعزائي التلاميذ. إذن حصة اليوم إن شاء الله غادي نخصوها التحليل أو ما يسمى بالفرنسية الأناليز للبحث عن نهاية دالة ليميت دي فونكسيون. إذن اليوم غادي نطرقوا لي فورم انديتيرميني. كاين تقريبا 4 ديال لي سورت، ما كاين 7 ولكن غادي نكتفيو ب 4 ديال لي سورت ديال لي فورم انديتيرميني. غادي نشوفوهم. اذا اوبيراسيون سور لي ليميت، اذا قلنا غادي نهتمو بلي فورم انديتيرميني. اذا كاين لا فورم لي كتكون 0 سور 0، هادي فورم انديتيرميني. كاين لانفيني سور لانفيني فورم انديتيرميني، وكاين لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني، كاين زيرو بوان لانفيني انديتيرميني. كاين ثلاثة الحالات اخرين ديال لي بويسونس. اذا فقط لان هاد موجه تقريبا التلام ديال اولى باك و ثانية باك علوم طبعا. اذا نواصل لي فورم لي ديتيرميني اللي كتكون اعداد سور زيرو كيعطيني لانفيني، يطوبر بلوس لانفيني، لانفيني سواء بلوس ولا موان. كا سور لانفيني كيعطينا زيرو، كا نون نول. لانفيني على صفر كيمشي لانفيني، ثم لانفيني فوا لانفيني كيعطيني لانفيني. كومون لوفي لانديتيرميناسيون، إذن كيفاش نرفعو ديك الحالة ديال عدم التعيين. إذن كاين سور دو سوليسيون. إذن أحيانا كنلجؤو للتعميل أو النشر، ما يسمى بالفاكتوريزاسيون أو بيان لو ديفلوبمون. أحيانا كنلجؤو لتوحيد المقامات، ريدوير أو ميم دينوميناتور، ريدوير أو ميم دينوميناتور. أحيانا نستعمل لو كونجوغي، نضربو في المرافق، ميتيبليي بار لو كونجوغي. وأخيرا الحالة الرابعة utiliser les identités trigonométriques. إذن calculer une limite avec كتكون limite تكون عندها لا فورم انديتيرميني. إذن كيفاش غادي نديرو؟ نعطي واحد ليكزومبل. نيميرو 1 هنا غادي نستعملو التعميل factoriser l'expression. Calculer la limite quand x tend vers 2 ديال هاد ليكسبرسيون أو لا فونكسيون x على بويسونس 3 موان 8 سور x موان 2. إذا هنا قلنا غادي نستعملو التعميل. إذا هنا غادي نقترع عليكم، هنا غادي نزيد واحد الطريقة أخرى وإن كان هي غير واردة هنا في المدخل ديالنا، ولكن غادي نحاول أحيانا نستعملوها وبكثرة. إذا عندي هنا x x مكعب ناقص 8 على x ناقص 2. إذا هذيك متطابقة هامة. إذا هنا غادي نركز على التعميل. إذا هنا عندي متطابقة على شكل a مكعب ناقص b مكعب. إذا هنا a هي x و b هي 2، دونك 8 غادي نكتبها 2 أس 3. داكوغ. إذا الطريقة رقم 1. إذا لابد من، غادي نذكركم بعدا من دائما الطريقة، كان في البداية كنعوضو إكس بالقيمة ديالها اللي هي 2. إذا 2 أس 3 غادي تعطيني 8، 8 ناقص 8 0. ثم لتحت غادي ندير 2 ناقص 2 غادي يعطيني 0، وبالتالي غادي نحصل على هاد لا فورم انديتيرميني. دونك باش نلوفيها خصني نعمل نستعمل هنا الطريقة ديال التعميل باش نتخلص من هاد الحالة غير محددة. إذا الرابيل، نذكركم بالمطابقة هامة ديال أ مكعب ناقص ب مكعب كتعطيني أ ناقص ب في أ أس 2 زائد أ ب زائد ب أس 2. إذا لا ليميت ديال إكس طون فير 2 ديال إكس أو كيب موان 8 سور إكس موان 2. غادي نحاول نعمل ديك إكس ناقص 3 On va factoriser l'expression x au cube moins 8
اون ابليكو ليدونتيتي اللي شرت لكم فيها في الرابين. اذا غادي تعطيني اذا لو نيميراتور غادي نكتبو على شكل اكس موان 2 اكس كاري بلس 2 اكس بلس 4. اذا هنا طبقنا هذه لان قلنا هنا هنا ا هي اكس وبي هي جوج جوج و 3. دونك هنا هذه هي ليدونتيتي اللي طبقناها. وتحت غادي في لو دينومينيتور غادي يبقى لنا اكس موان 2. دونك كتشوف هنا غادي نختزلو ب مادام هنا اكس كتمشي في جوار 2 اذا عندي هنا الحق ديال الاختزال اكس موان 2 على اكس موان 2. دونك شنو غادي يبقى لي تما؟ غادي تبقى لي ديك ليكسبريسيون ديال اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 4. دونك ها لا ليميت اكس طونفير 2 ديال هاد ليكسبريسيون غادي تعطيني لا ليميت ديال اكس طونفير 2 ديال ليكسبريسيون اللي بقات تما اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 4. وهنا غادي نعوض ما عنديش دابا حالة الانتفاع هنا اذا غادي نعوض اكس ب 2 وغادي تعطيني 2 اس 2 4 2 في 2 4 وغادي يعطيني 4 زائد 4 هي 12. داكور اذا لا ليميت ديال اكس لا ليميت ديال اكس او كيب موان 8 سور اكس موان 2 كون اكس طونفير 2 ايكال 12. نشوفوا الطريقه الثانيه. الطريقه الثانيه هنا غادي نستعمل داك لو نومبر دو ديريفي لو طو. هنا غادي ناخذ يعني غادي نكتب على شكل اف دو اكس موان اف دو ا ولا اف دو اكس موان اف دو اكس 0 سور اكس موان اكس 0 اكس طونفير اكس 0. اذا هذا كنسميوه لو طو هو اسمو ولا نسميوه لو نومبر دو ديريفي الميل. اذا هنا غادي نختار اف دو اكس. شنو هي اف دو اكس؟ هي اكس مكعب اكس او كيوب ولا ديريفي ديالها غادي تكون عندي هي 3 اكس كاري. داكو اذا ساشون كو اف دو اكس ايكال اكس او كيوب دونك لا ديريفي سا ديريفي بريمير هي 3 اكس او كاري. ولا بد من الاشاره ان الاف اللي خصها تكون ديريفاب ضروري خص تكون اف ديريفاب لان هنا اف سيتي فونكسيون بولينوم وبالتالي لا فونكسيون بولينوم اللي ديريفاب سور ار دونك اللي اون بارتيكولي ديريفابل اون اكس ايكال 2. دونك هذيك اف دو اكس لا ليميت دو اكس طونفير دو دي اكس كيوب موان 8 سور اكس موان 2 غادي نكتب على هذا الشكل هذا اف دو اكس موان اف دو 2 سور اكس موان 2 اكس طونفير لا ليميت اكس طونفير 2. اذا غادي يعطيني هذاك هذا لو طو هذا هو لو نومبر دو ديريفي ديال 2 وغادي نعوض 2 اف بريم دو 2 غادي تعطيني 12. دونك لا ليميت ديال بار كونسيكون لا ليميت ديال اكس ديال اكس او كيوب موان 8 سور اكس موان 2 كون اكس طونفير 2 ايكال 12. اذا هذه الحاله الاولى ديال التعميل. دابا غادي نمشيو ليكزومبل 2. ليكزومبل 2 هنا فين غادي نستعملو توحيد المقامات ريدوير او ميم دينوميناتور. اذا كالكولي لا ليميت ديال هاد ليكسبرسيون اكس موان 1 سور اكس كاري سور اكس موان 1 سور اكس كون اكس طونفير 1. دونك هنا دائما في البدايه كان نعوض اكس. اذا نعوض اكس بواحد غيعطيني واحد موان 1 سور 1 دونك غادي يعطيني واحد. واحد ناقص واحد صفر. اذا في النوميراتور لو دينوميناتور غادي يكون عندي 1 موان واحد على واحد غيعطيني نفس الصغيرو. دونك هنا عندي فورم انديتيرميني. دونك باش نإليفي باش نلوفي هاد نرفع هاد الحالة ديال عدم التعيين شنو غادي ندير؟ غادي نوحد المقام الفوق. إذا المقام الموحد الفوق هو إكس مربع. إكس مربع غادي نضرب في إكس عطيني إكس مكعب موان زان سور إكس كاري. ولتحت غادي نوحد المقام اللي هو إكس. إكس فوا إكس صافي إكس كاري موان زان سور إكس. دونك غادي يولي عندي هاد الحالة. Donc la limite de x tend vers 1 de x moins 1 sur x carré sur x moins 1 sur x. Adik te bala avec te bad touhid le maqamat. D'accord. Men bad, عندي هنا بحال عندي un quotient ديال deux fractions. Donc باش نتخلص منهم خصني ندير le produit. Ay nضرب l'oul, la fraction l'oul, la l'inverse ديال la deuxième.
Donc, on va dire que nous avons la limite x tend vers 1 de x cube moins 1 sur x carré, fois l'inverse de la deuxième, qui est x à la x carré moins 1. D'accord? Maintenant, ce qu'on va dire, on va dire que x moins x cube moins 1 sur x carré, fois x à la x carré moins 1. Donc, x cube moins 1 est identité remarquable, ou x carré moins 1 est identité remarquable. Donc, on va dire factoriser, on va dire les deux. Et donc, tu remarques, x cube moins 1, yani a cube moins 1, moins b cube, ou tu as dit a carré moins b carré, il y a a moins b, ou on fera a cube moins b cube, il y a a moins b fait a carré, plus ab fois b carré. Il y a dit que tu vas aller à l'échelle. On va se dire, on va simplifier par x moins 1. On va simplifier par x. Donc, on va trier l'expression, on va trier l'expression réduite. Limite x tend vers 1 de x carré plus x plus 1 sur x fois x plus 1. D'abord, on va x. On va x pour 1. Il faut que l'on ait 1 ou 6 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3. Ou le tête, 1, 1, 1, 2, 2 fois 1, 2, 2, 3, 3, 2. Donc, la limite de l'expression de x. Moins 1 sur x carré sur x moins 1 sur x de x tend vers 1 est égal à 3 sur 2. Je vais d'abord le troisième exemple. Multiplié par le conjugué. Calculer la limite de l racine carré x plus 1 plus 1 sur x. Et donc, quand tu vois l'expression de l'équilibre dans le numérateur, lorsque x tend vers plus l'infini, qui est atteint plus l'infini. Le dénominateur tend vers plus l'infini. Donc, on a dit l'infini sur l'infini, il y a une forme indéterminée. Bon, on a dit un petit rappel, le petit rappel, on a dit que nous avons fait le conjugué, le conjugué qui est à la chèque de a moins b fois a plus b égale a carré moins b carré. Et donc, on a dit que nous avons remplacé x, nous avons la limite de l'numérateur. L'éoana qui a été tend vers plus l'infini, le dénominateur tend vers plus l'infini, donc l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on va dire, le conjugué, le numérateur, l'éoana, dit quoi, on dit, je demande pas x plus 1, plus 1, fois racine carrée de x plus 1, moins 1. Donc, la limite. ديال الاكسبرسيون الاولى غادي يعطيني على هذا الشكل والفوق غيتكون عندي على شكل متطابقه هامه a زائد b في a ناقص b اذا غادي نكتب على شكل a كاري مو b كاري يتولي راسين كاري x بلس 1 لو 2 او كاري موز 1 او كاري سور x فوا راسين دو x بلس 1 موز 1 هذيك a راسين مادام x طون فير بلس لانفيني دونك x بلس 1 راه بوزيتيف او كاري غيعطيني x بلس 1 x بلس 1 موان 1 دونك غيتبقى لي تما x D'accord. Donc, avec l'expression, il faut atteindre x. Ou le numérateur va dire que le dénominateur va dire que c'est ça. Donc, car il y a un lequel berro qui va dire qu'il y a x sur le numérateur, un lequel goulou à l'âge. Donc, on va dire simplifier par x. On va dire l'expression réduite, il y a la limite x tend vers plus l'infini d'IL 1 sur racine carrée de x plus 1 moins 1. Donc, le dénominateur tend vers plus l'infini, 1 plus l'infini est atteint 0. D'accord? Voilà. D'où la limite x tend vers plus l'infini de l'expression racine carré x plus 1 plus 1 sur x est tend vers 0. Il y a le quatrième exemple. Utiliser une identité trigonométrique. Et de calculer la limite de 1 moins cos unis de x sur sin x quand x tend vers 0. Et là, on va dire un petit rappel. Et là, on a l'identité x carré x plus sin x carré x est égal à 1. Et là, on va dire un petit rappel. Et là, on va dire un petit rappel. Et là, كان نعوضو x بالقيمة ديالها بصفر إذن a موز كوسينوس دو زيرو غادي يعطيني a موز 1 زيرو والتحت غادي يعطيني 0 0 0 سي فورم انديتيرميني
دونك هنا غادي نستعمل هاد لي زونديتي لي زيدونتيتي تريغونوميتريك، وفي نفس الوقت غادي نستعمل لي كونجوغي، غادي نضرب في لي كونجوغي ديال ا موان كوسينوس دو اكس اللي هي ا بليس كوسينوس دو اكس. اذا اكس تونفير زيرو دون ا موان كوس اكس سور سينوس اكس ايتيغال ا موان كوسينوس اكس فوا ا بليس كوسينوس دو اكس، وغادي نضرب عاود لو دينوميناتور في نفس العدد اللي هو ا بليس كوسينوس دو اكس اللي قلنا هو الكونجوغي ديال ا موان كوسينوس دو اكس. اذا عندي متطابقه هامه ا موان كوس اكس فوا ا بليس كوس اكس غادي يعطيني ان موان كوسينوس كاري اكس على سور سينوس اكس فوا ان بليس كوسينوس دو اكس. و ان موان كوسينوس كاري اكس سولون لو رابيل اللي درنا لي دونتي اللي درناها في الاول يعطيني سينوس كاري اكس، دونك غادي يعطيني لا ليميت اكس تونفير زيرو دو سينوس كاري اكس سور سينوس دو اكس سور فوا ان بليس كوسينوس دو اكس، وغادي نسامبليفي بسينوس دو اكس. اذا غادي تولي عندي اكسبرسيون ريدويت، شنو هي؟ تولي عندي لا ليميت اكس تونفير زيرو دو سينوس دو اكس سور ان بليس كوسينوس دو اكس. دابا ممكن نعوض اكس بزيرو، زيرو سور ان بليس زيرو، زيرو فوق والتحت غادي يعطيني ان بليس ان ايكال دو، زيرو سور دو ايكال زيرو، دو لا ليميت de l'expression 1 moins cosinus de x sur sinus de quand x tend vers 0 est égal à 0. Il y en a, شرحنا la limite du numérateur qui a atteint 0, la limite du dénominateur qui a atteint جوج. D'où le résultat final. نأتي على نهاية هذه الحصة، نتمنى أنكم تكونوا استوعبتوا هذا الشيء اللي درناه هنا. التوفيق إن شاء الله، ودعوا معنا نسألكم الدعاء والله ينجحكم.